دي التراساوند حالة جت عشان obstruction هقولك عليها كمان شوية، بس دي النك البلادر وجه البلادر النك، وهنا بنشوف التيومر عند فوق خالص، هو حتة التيومر هنا وهنا تمام. دي هنا فول اوكلودد، الكلب جاي obstructed تمام. انا كان ساجيتال على البلادر، وشايفين اليورين هنا فيري ايكوجينيك عشان اليورين ده قاعد بقاله فترة مع الاوبستراكشن، وشايفين فيه فري فلويد عشان ده بعد العملية، كانت عمل له عملية عشان يدور على التيومر ما شافوهوش، عشان التيومر كان فيري كلوز، هنا فيه فري فلويد وانا ترانسفيرز دلوقتي وماشي كودل الكورن تحتية اهو، وهمشي كده اهو التيومر اهو، البلادر هي الدايرة دي، سوري البلادر نيك، ودخل على الاي على اليوريثرا لو شايفينها اهي، الجزء ده كله عامل زي الهلال هو دوت التيومر، ولما برجع كادل فول اكلودد الكلام ده عشان كده ما بيخشش يورينيشن خالص لا قبل العملية ولا بعد العملية. فجاء عشان ريفيرال، وشايفين ادي هطلع قدامه كرينيال وبرجع ورا كادل اهو نص دايرة ده، وارجع لورا خالص نفس القصة تمام. فدوت غالبا ترانزيشنال سيل كارسينوما. انفورشنتلي مفيش حاجة كتير قوي نقدر نعملها، احنا ممكن نحط نيدل هنا ونعمل لها بايبسي، ولكن هو الصح مع انا سسبكتنج ترانزيشنال سيل كارسينوما ان انا اعمل تروماتيك كاثترزيشن عشان الميتاستاسيس، ولكن انا اوريدي شايف في لمف نودز بدات تتاثر جوه، فغالبا في ميتاستاسيس. دي حاجه. حاجه ثانيه هوريكم هنا بسرعه كده، الكلى هي ذا ترانسفيرز الليفت كيدني، ونشوف هنا هو اليوريتر طالع منها ودايليتد خالص اهو اليوريتر. هروح هنا ساجيتال على الكلى، ادي نفس القصه، ادي الكلى وادي اليوريتر دايليتد خالص. دايليتد ليه؟ عشان ال obstruction جاي منين؟ من ال bladder. ال right kidney نفس الكلام، right kidney اهو اوكي، وادي ال ureter dilated اهو رايح لغاية نفس القصة. لو جيت transverse كده تقدر تتبع ال ureter لغاية اما هياخدك dilated اهو، اهو dilated لغاية اما داخل فين؟ في ال bladder، وال bladder هي مليانة echogenic fluid. الحالة دي كانت جات كانت راحت emergency، وبعد كده جات لنا هنا اتعمل لها سيرجري عشان يدور على التيومر، ما لقوش تيومر لان التيومر فيري ديب ان ذا نيك، فجات لي عشان اعمل الترا ساوند وادي التيومر اهي، البلفيك بون اهيت انهوت قريبه جدا من البلفيك بون، في حته ما تتشافش في الجراحه خالص، حته ترايجون هنا هي بعد يعني في حته ما تشوفهاش الجراحه استحاله يكون شافها، فعشان كده قلت له نعمل الترا ساوند، وانفورشنتلي اريا التيومر وغالبا تي سي سي. But if you see this is here the neck of the bladder, so here's the bladder itself. Here I'm going caudally towards the tail, and here's that mass. It comes from here, it comes from here, partially occluding, but as I go backward, it's fully occluding, and that shadow here is the pelvic bone, okay. Right? So the pelvic bone, this is the tumor, that's right underneath the pelvic bone. There. Correct. Okay. So this is transverse, pelvic bone in here, both, and the tumor right there, and the bladder neck, and here's the normal bladder neck. Right at the urethra as you go outside. Right?